على بعد 56 كيلومترا شمالي مدينة دمشق عند سفوح جبال القلمون، تتربع مدينة معلولة في أحضان الصخور، يلفها على جانبيها ممران يشكلان مدخلين إلى البلاد العليا، بلوتو علو بالأرامية، وهما الفج الشرقي للمشاة والفج الغربي الذي يستعمل للسيارات. من هنا يأتي معنا كلمة معلولة، المدخل بين مستويين عال ومنخفض. بين هذين الممرين تتكون هذه المدينة من بيوت متجاورة متعانقة تنحدر من رحم الصخور بشكل انسيابي إلى واحة من شجر المشمش والجوز الذي يعبر عن فصول السنة كل بلونه الخاص، فتتوزع بين أرجاء معلولة الكنائس القديمة للقديسين الذين أوكلتهم بحمايتها، فنرى دير القديسة تقلى تلميذة القديس بولس الرسول يقع في قلب الفج الشرقي، كنيسة القديس لوانديوس، كنيسة القديس جاورجيوس، كنيسة النبي إلياس الغيور، كنيسة القديسة بربارة، كنيسة القديس سابا، كنيسة القديس توما الرسول، كنيسة القديس شربين، كنيسة القديسين قزمة ودميانوس، ودير القديسين السوريين سركيس وباخوس شفيعي بني غسان الذي يقع فوق صخرة الفج الغربي، وتكتمل اللوحة الدينية مع المسجدين الحديثين ليرتفع الدعاء كاملا، وتوزع بركة القديسين وشفاعتهم على سكان معلولة وزوارها وكل من يطلب نعمة خاصة في هذا المكان المقدس. معلولة اليوم هي مركز ناحية في منطقة القطيفة من محافظة ريف دمشق، وقد سميت مدينة منذ سنوات قليلة بعد أن كانت بلدة، ويعود الفضل في ذلك إلى السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي أولى ويولي هذه المدينة اهتماما خاصا لما تكتنزه من رموز دينية ووطنية وثقافية وبيئية وسياحية. يقع دير القديسين سركيس وباخوس فوق صخرة الفج الغربي، وهو يتبع منذ عام 1732 إلى الرهبانية الباسيلية المخلصية في بطريركية الروم الكاثوليك الملكيين، ويأمه الزوار والسواح والمؤمنون من جميع أنحاء العالم. استشهد القديسان سركيس وباخوس حوالي عام 297 ميلادي في عهد الإمبراطور ماكسيميانوس في مدينة الرصافة شرقي حلب، بعد أن رفضا السجود للآلهة الوثنية. وقد كان سركيس ضابطا وباخوس جنديا في الجيش الروماني، لذلك نفذ حكم الإعدام في باخوس أولا في الأول من تشرين أول، ثم أعدم سركيس في السابع منه. وتقول بعض التقاليد إن باخوس كان يتراءى طيلة الأسبوع لسركيس يشجعه أمام حكم الإعدام لكي يقبل الشهادة، وهكذا مثلما كانا رفيقين في الجيش كانا رفيقين في الاستشهاد. لهذا السبب تعيد الكنيسة لهذين الشهيدين في يوم واحد
هو السابع من تشرين أول. كان القديس سركيس من مدينة الرصافة نفسها، أما القديس باخوس فكان من مسكنة حلب، وبعد قرون سميت الرصافة سيرجيو بوليس، أي مدينة سركيس، وذلك بعد بناء كنيسة لهما ووضع رفات القديسين فيها. وقد بنى لهما الغساسنة كاتدرائية على اسميهما في عاصمتهم بصرى الشام، وكانت صورتهما على راية هؤلاء العرب المسيحيين باعتبارهما شفيعين لهم. بنيت كنائس كثيرة على اسم هذين القديسين. هناك 123 كنيسة في لبنان فقط، وتحتفظ كنيستهما في صدد بالقرب من حمص بذخيرة إصبع القديس سركيس حتى اليوم. أما كنيستهما في معلولة فهي تعتبر الأولى المبنية إكراما لهما، كنيسة من القرن الميلادي الرابع، بنيت بعد السماح بالحرية الدينية الذي أقره الإمبراطور قسطنطين الكبير بمنشور ميلانو عام 313. ويشهد المذبح الرئيسي للكنيسة على فترة انتقالية في فن العمارة الكنسية قبل أن تتميز المسيحية كليا عن الوثنية واليهودية وتصبح مذابحها مسطحة. هو مذبح ذو حافة علوها 7 سنتيمترات نصف دائرية، وهذا ما يذكر بالشكل الوثني واليهودي للمذابح، ولكنه يختلف عنها بعدم احتوائه مصرفا للدم ومنحوتات الحيوانات التي نجدها في تلك المذابح. فجاء المجمع المسكوني الأول في مدينة نيقيا ليمنع هذا الشكل المجوف بعد عام 325 ميلادي، ويفرض الشكل المسطح الذي نجده اليوم في جميع كنائسنا تمييزا للعبادة المسيحية عن سابقتها الوثنية واليهودية. هذا ما يدفعنا للاستنتاج أن مذبح كنيسة القديسين سركيس وباخوس في معلولة والمكرس على اسمهما يعود إلى ما بين عامي 313 و325 للميلاد. أما ما قبل القرن الرابع فقد كان هناك أنقاض معبد وثني للإله أبولو يعود إلى القرن الثالث قبل المسيح. بنيت الكنيسة على هذه الأنقاض واستعملت الحجارة نفسها ومنها بعض تيجان العواميد الأيونية التي تتوزع في الجدران بدون أي تنظيم كباقي الحجارة التي تعود كلها إلى هذا المعبد. نرى في الجهة الخلفية من الكنيسة جزءا محفورا في الصخر مع باب صغير كان يشكل مدخلا للمعبد. فوق القناطر في الكنيسة توجد عوارض خشبية يفوق عمرها وبحسب التحاليل بالكربون المشع 1800 عام، وهي من خشب الأرز. نلاحظ الخشب ذاته في الباب القديم المحفوظ في متحف الدير. تتمتع كنيسة القديسين سركيس وباخوس في معلولة بجو من الخشوع والرهبة القدسية. نترك أمر استكشاف أسبابه لكل إنسان يزور هذه الكنيسة.
أما ما يزيد هذا الخشوع فهو الجمال المقدس الذي تعبر عنه أيقونات الكنيسة الموزعة على أيقونستاز، أي الجدار الحامل للأيقونات وفي أنحائها. تتوسط أيقونات ميخائيل الكريتي هذا الأيقونستاز مع أيقونة القديسة تقلى الموجودة على العمود اليساري، فنرى في الأعلى السيد المسيح المصلوب وإلى جانبيه الرسل والإنجيليين ستا من كل جانب، وتعود إلى عام 1818. ثم أيقونة القديسين سركيس وباخوس التي تمثل الثالوث الأقدس في أعلى الأيقونة، وملاكين يضعان إكليل الشهادة على رأس كل من الشهيدين اللذين تتوسطهما شجرة الحياة مبشرة بالفردوس المستعاد بالجهاد والدم. على يمين الباب الملوكي أيقونة السيد المسيح ملك الملوك والكاهن الأعظم يلبس البطرشيل ويعطي البركة بيده اليمنى ويجلس على عرش القضاء ويحمل بيده اليسرى الإنجيل المقدس، وفيه مقطعان باللغة العربية من إنجيل متى وإنجيل يوحنا، ويعتمر التاج الملوكي وفي يده صولجان الرعاية، ويصور الإنجيليون الأربعة في زوايا الأيقونة مع رموزهم. على يسار الباب الملوكي أيقونة العذراء مريم والدة الإله رجاء وشفيعة المسيحيين بحسب العنوان اليوناني، وهي تحمل الطفل يسوع بيد وتشير إليه باليد الأخرى. وفي الزوايا أربعة من أنبياء العهد القديم الذين حسب آباء الكنيسة أنبأ عن العذراء بشكل أو بآخر، وهم موسى وداود ويسى وزكريا. وهذه الأيقونات الثلاث تعود إلى عام 1813. أما أيقونة القديسة تقلى فإنها تعود إلى عام 1820، ويبرز استعمال ميخائيل الكريتي نموذج البروكار الدمشقي في الثياب، لأنه عاش في دمشق بين عام 1809 و 1821. بجانب أيقونة القديسة تقلى توجد أيقونة القديس يوحنا المعمدان واضعا رجلا على أخرى، أي أنه بعد تعميده للسيد المسيح وأعلانه للعالم انتهى من تأدية رسالته فحقت له الراحة، يشير بإصبعه إلى المسيح المقبل ليعتمد عن يده قائلا لتلميذيه ها هو ذا حمل الله، ونرى الحمل إلى جانبه. ومن العادات المسيحية القديمة وخصوصا في لبنان أن تقلى الزلابية وهي عجين بشكل الإصبع في ليلة عيد الغطاس في السادس من كانون الثاني، ما يرمز إلى إصبع القديس يوحنا المعمدان
الذي يدل على المسيح. تعود هذه الأيقونة إلى عام 1778. على الناحية الثانية من العمود نفسه نرى أيقونة صغيرة للقديسين سركيس وباخوس على حصانيهما من عام 1861، مع زيادة يدين ورجلين معدنيتين عليها. هي نذر قدمه شخص حصل على نعمة شفاء معينة بشفاعة القديسين سركيس وباخوس. على العمود اليميني أيقونتان من القرن 19، العذراء سيدة المعونة الدائمة، والعذراء سيدة النعم أو سيدة الأشفياء أو سيدة الحياة أو سيدة الينبوع. تنبع هذه الأسماء من المعاني التي تحملها هذه الأيقونة. الماء والينبوع هما رمز النعمة والحياة، وتقدم العذراء المسيح للعالم وهو الحياة بالذات. ويرمز تقديم الولد على يد أمه إلى هذا الينبوع على الجهة اليسرى إلى شفاء الجسد. ومن الجهة الثانية نرى شخصا آخر يخرج من فمه شيطان صغير مع دخان، ما يرمز إلى طرد الأرواح الخبيثة التي تحاول أن تستعبد الإنسان. وبهذا تكون العذراء نبعا للشفاء الجسدي والروحي. تعود هذه الأيقونة إلى الرسام يوحنا صليب القدسي عام 1867. أيقونة الصليب والعشاء السري، إنها الأيقونة الأهم والأثمن والأشهر في الكنيسة، وهي نادرة جدا، تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم. إنها تجمع في أيقونة واحدة مشهدي الصليب والعشاء السري. في القسم العلوي نرى السيد المسيح مصلوبا، تقف أمامه مريم العذراء أمه ومريم المجدلية، ومن الجانب الآخر الرسول يوحنا الحبيب. في القسم السفلي نرى العشاء السري تتوسطه طاولة نصف دائرية على شكل مذبح الكنيسة نفسه، ما يدفعنا إلى القول إنها رسمت خصيصا لهذه الكنيسة، على خلاف شكل الطاولة المستطيل في لوحة الرسام ليوناردو دافنشي، حيث يجلس السيد المسيح في الوسط، بينما هنا يصور على الطرف. في تقاليدنا العربية يجلس الضيف إلى الطاولة والمضيف على الطرف، بحيث يكون هو الذي يخدم، ولهذا لا يحتاج الضيف إلى التحرك. إن الرسل جميعهم وراء الطاولة مخدومون معززون ولا يستطيعون التحرك، بينما السيد المسيح يستطيع لأنه هو الذي يخدم. هكذا ابن الإنسان لم يأتي ليخدم، بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. متى الفصل 20 الآية 28. ولكنه يبقى أعلى منهم بدرجة، أنتم تدعونني المعلم والرب وأصبتم فيما تقولون، فهكذا أنا. فإذا كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم، فيجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أقدام بعض. يوحنا الفصل 13 الآية 13. لأنه من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما. متى الفصل 20 الآية 26. وقد أصبحت كلمة السيد المسيح هذه مثلا عربيا يقول كبير القوم خادمهم. ونرى بين يدي السيد المسيح الرسول يوحنا الحبيب متكئا على صدره
سائلا إياه عن الذي كان مزمعا أن يسلمه، فقال: هو الذي يغمس يده معي في الصحفة. متى فصل 26 الآية 23. ويظهر يهوذا الإسخريطي مادا يده ويمسك في اليد الأخرى كيس المال. ونلاحظ أيضا أن يهوذا هو الوحيد الذي يصور جانبيا بعين واحدة، وهذا يخالف القواعد الأيقونوغرافية التي تصور الأشخاص حتى ولو جانبيا بكلا العينين، لأن الأيقونة تعتبر نافذة لقاء مع العالم الآخر، واللقاء يتم وجها لوجه بواسطة الشخصية كاملة، أي بكلا العينين. ولكن يهوذا لا يستطيع أن ينظر إلى عيوننا بعد خيانته للسيد، لهذا يطأطئ رأسه خجلا ومنزويا. وعلى خلف هذه الأيقونة نقرأ سنة تقدمتها، أي عام 1777. على الجهة الجنوبية من الأيقونوستاز نرى أيقونة السيد المسيح، وتعود إلى القرن 18. أما أيقونة العذراء على اليسار وتدعى أيقونة القديس لوقا فلا نعرف تاريخها. الحنية الجنوبية وفيها القربان المقدس للعبادة هي كابيلا للملاكين جبرائيل وميخائيل، مع أيقونة حديثة لهما من عام 1990، وقد استكمل المذبح على الشكل المجوف ذاته. أما العواميد التي يقوم عليها المذبح فتعود إلى المعبد الوثني ما قبل المسيح. على الجهة الشمالية توجد أيقونتان من بولندا، هدية من الجنرال البولوني أندرس زعيم المعارضة البولونية أيام الاحتلال النازي، وكان عائدا من الاتحاد السوفيتي بعد تمكنه من الهرب من الأسر، وقد وصل إلى الدير عام 1943 في أيام الأب غريغوريوس أبو سمرة رئيس الدير آنذاك. مكث حوالي شهرين في الدير، استعاد خلالهما صحته وأكمل حياته في بريطانيا بعد ذلك. عرفانا للجميل قدم للدير هاتين الأيقونتين البولونيتين اللتين تمثلان السيد المسيح والعذراء مريم مع الطفل يسوع، وهي مستوحاة من عذراء شانتسيكوفا. ويعود تاريخ هاتين الأيقونتين إلى القرن 17، وهما من الفن السلافي. ورأى أيقونات الجنرال أندرس في الحنية الشمالية من الكنيسة توجد قبة خشبية جميلة جدا تتربع فوق مذبح من الحجر المحلي مكرس على اسم العذراء مريم، يكرر الشكل المجوف أيضا لكنه مستطيل الشكل، يرتكز على تاج عمود دوري. تحتوي هذه القبة على رسم يمثل الكون المخلوق، السماء الزرقاء، الشمس والقمر والنجوم، وهو يرتكز على الإنجيليين الأربعة، كل واحد في زاوية من الزوايا الأربعة، وإلى جانبه رمزه النسر رمز يوحنا.
الأسد رمز مرقس، الثور رمز لوقا، والملاك رمز متى. وهذا يعني أن الكون يقوم على كلمة الله التي تحفظه وتؤمن له الاستمرارية. وفي هذا الكون نرى المسيح يبارك من جهة، والعذراء مريم تصلي من الجهة الأخرى، والملائكة في جميع أنحاء هذا الكون. أما ما نراه في أعلى القبة من شعاع أبيض فهو رمز للروح القدس الذي يفتح هذا العالم المخلوق المحدود على عالم الله، ولا يدعه ينغلق على نفسه كما هو حال كل مخلوق، بل يعطيه بعدا آخر لكي يتخطى ذاته. ونستطيع القول أيضا إننا إذ نصلي نمثل الكون كله لأداء الشكر والتسبيح لله، ونصلي مع العذراء مريم والملائكة والقديسين لكي نرفع لله التمجيد والشكر باسمنا وباسم الكون كله. رسمت هذه القبة في مكانها عام 1824. يبقى لنا ذكر الأيقونة الأقدم في الكنيسة، وهي تمثل القديسين سركيس وباخوس على حصانين، الواحد بجانب الآخر لا وجها لوجه كما في أيقونة ميخائيل الكريتي. يقدر تاريخها بين القرنين 13 و15. يبقى أن نقول كلمة عن قبة الكنيسة المثمنة الأضلاع. والمثمن رمز مسيحي قديم يستعمل عادة في شكل أجران المعمودية، ويرمز إلى اليوم الثامن الذي لا ينتمي إلى هذا العالم، بل هو يوم القيامة الذي ينتمي إلى العالم الآخر. والمعمودية هي الموت والقيامة مع المسيح. أما من جهة فن العمارة فقد بيّن المهندس المعماري أليساندرو دي بيناردي من أعمال صقلية الإيطالية أن محور القبة باتجاه الشرق يؤلف زاوية 0 درجة مع شعاع الشمس الشارقة صباح 24 من أيلول، وأن محور المذبح الأساسي يؤلف زاوية 0 درجة مع شعاع الشمس الشارقة صباح 7 من تشرين الأول. أي أن القبة مكرسة على اسم القديسة تقلى التي نعيد لها في 24 من أيلول، والمذبح على اسم القديسين سركيس وباخوس اللذين نعيد لهما في 7 من تشرين الأول. وقيمة الزاوية بين المحورين هي 6 درجات، وهي القيمة نفسها التي يشكلها موضع الشمس بين هذين اليومين. وهذا يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها منذ البدء شفعاء معلولة، القديسة تقلة والقديسين سركيس وباخوس إلى جانب القديسين الآخرين. تكتمل طبيعة معلولة الجغرافية الخلابة وتتكامل مع القصة الشعبية التي يحكيها أهالي معلولة حول ما نسميه الفج، أي الممر المنساب بين الجبلين. وتقول إن القديسة تقلى كانت قد آمنت بالسيد المسيح بعد سماعها القديس بولس الذي كان يبشر في إيقونيا من أعمال آسيا الصغرى، أي تركيا اليوم. ولما كان أبوها وثنيا وحاكما لهذه المدينة ولم يرضى عن إيمانها عزم على قتلها فهربت من وجهه،
فأمر الجنود بملاحقتها. وعندما وصلت أمام جبال معلولة طلبت من الله تعالى أن ينجيها من هذا الاضطهاد، فانشق الجبل شطرين واستطاعت أن تتوارى عن الأنظار في إحدى المغاور، وهي التي أصبحت معبدا لها بعد ذلك. وهكذا لم يستطع الجنود قتلها فعادوا خائبين. هكذا خلص الرب الإله هذه القديسة من الموت، وبقيت في معلولة تبشر وتهدي الناس إلى محبة الله تعالى. تحولت هذه المغارة منذ العصور الأولى للمسيحية إلى مقام على اسم القديسة تقلى تكريما لها، وبني حوله مع السنين دير للراهبات يعود إلى بطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق. أما أهمية معلول الجغرافية فهي تكتسبها إلى جانب الجبال والصخور من المغاور والكهوف الطبيعية أو المصنوعة بيد الإنسان، والتي تعود إلى العصر النياندرتالي. منها ما كان يستعمل بيوتا للسكن، ومنها ما كان معابد. ومغارة الخور يوسف كما تدعى اليوم خير شاهد على ذلك، وهي معبد منذ عام 175 قبل الميلاد كما يستدل من الكتابة اليونانية فيها، وهذه ترجمتها. حفرت هذه المغارة لتكون مكانا للعبادة، وذلك في عهد فيليبون. تحول هذا المعبد الوثني إلى معبد مسيحي منذ أقدم العصور. ومن هذه المغاور ما كان يستعمل لعصر العنب كما نستنتج من القنوات المحفورة في المصاطب داخل الكهوف، والتي تصب من مستوى إلى آخر لتتجمع في النهاية في حفرة عميقة يسهل بعدها انتشال العصير والتصرف به إما للدبس أو للخمر. وهناك كثير من الصخور المنحوتة على شكل لحد، وهي كلها مقابر بشرية بحسب مقياس كل شخص. إلى جانب ما تكلمنا عنه، تقوم شهرة معلولة على عدة أمور أخرى، على أهميتها المعمارية القديمة، إن من خلال الكهوف أو من خلال البيوت المبنية فوق بعضها البعض، والتي تحتوي على مغارة أو مغارتين. فيبدو أن المغارة كانت الغرفة الأولى في البيت، وثم بنيت عليها الغرف الأخرى. وتقوم أيضا على أهميتها الجغرافية. تتمتع معلولة بالهواء العليل والطقس الجميل والمناظر الجبلية الخلابة والعجيبة والمخيفة بعض المرات، وهذا ما يضفي عليها طبيعة ساحرة فريدة من نوعها. وهي ترتفع حوالي 1500 متر عن سطح البحر، وتقع في جبال القلمون عند السفوح الشرقية من سلسلة جبال لبنان الشرقية، ولهذا فهي ترتدي عدة مرات في السنة ثوبها الثلجي رمز النقاوة والنعمة. وهي تقوم خصوصا على أهميتها الثقافية من خلال اللغة الآرامية التي ما زالت لغة الناس اليومية في معلولة وفي قريتين بالقرب منها، جبعدين والصرخة، يحكونها ولا يكتبونها. هي اللغة
التي تكلم بها السيد المسيح. وهنا يطيب لنا أن نسمع معا صلاة الأبانا باللغة الآرامية. أبوحتي بشمو يتكدش شماخ يثيلي ملكخ يثكت إجبعيني اخمل بشمو خيط على رعب أبليح لحمح أخل يومح أخفر ليح تيوفح اخمل مغفر التمخت عن مينح ولو فش تخلنح بشغر بيوث بيس حسل الناح مشيث. تشتهر معلولة أيضا بأعيادها الخاصة، وأهمها عيد رفع الصليب المقدس في 14 من أيلول، تسبقه ليلة ملتهبة بالاحتفالات والبهجة والحضور الجماهيري الكثيف من داخل القطر وخارجه، العربي والأجنبي. يذكرنا هذا العيد باكتشاف عود الصليب في القدس على يد القديسة هيلانا أم الأمبراطور القديس قسطنطين الكبير، وعندها أوقدوا نارا على المرتفعات بين القدس والقسطنطينية لكي يزفوا الخبر للأمبراطور. ويقول التقليد الشعبي إن جبال معلولة كانت إحدى تلك المرتفعات. أما العيد الثاني فهو عيد القديسة التقلى في 24 من أيلول، والعيد الثالث هو عيد القديسين سركيس وباخس في 7 من تشرين أول. وتسبق كلا من هذه الأعياد ليلة بهيجة بالصلوات والسهرات العائلية التي تجمع شمل المدينة بالفرح والمحبة، وتستمر الحفلات لعدة أيام بعد الأعياد مودعين الصيف، ثم يعود الناس إلى أشغالهم. الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. هناك أيضا بعض المنتجات الخاصة بمعلولة كالنبيذ والعرق والمشمش والجوز واللوزيات بشكل عام والمربيات على أنواعها، وقد أصبحت هذه المنتجات تشكل دخلا هاما لأهل المدينة، وأصبح البعد السياحي أمرا أساسيا في كل المعادلات الاقتصادية التي تقوم عليها حياتهم. باختصار نستطيع القول إن معلولة تشكل بالحقيقة نموذجا عن بلاد الشام، ملتقى الحضارات ومهد الأديان، تتعانق فيها الكنيسة مع المسجد والطبيعة مع الإنسان، ويتوحد الزوار في رغبتهم في سماع لغة السيد المسيح، ويفرح الناس بالكثير الكثير الذي يجمعهم، ويحترم بعضهم بعضا في تمايزهم، فتبقى المحبة رباط الكمال في كل شيء وفوق كل شيء. وإن كان ثمة قيمة لكل ما نقوم به فهي أن نشهد لهذه المحبة لكي تبقى سوريا مهد المسيحية شاهدة لهذه المحبة التي لا تسقط أبدا، لأن الله محبة.